حياكم الله. قبل عام اتفقنا على موازنة ثلاثية واستبشرنا خيرا بها لإنهاء الروتين والبيروقراطية والتأخير ولغة التعقيد بين الجهتين التنفيذية والتشريعية، لكننا لم نتفق أبدا على وجود ثلاث نسخ للموازنة. الأولى أرسلتها الحكومة ولم يتسلمها البرلمان، والثانية صوت عليها البرلمان ولم يرسلها لرئاسة الجمهورية، أما الثالثة صادق عليها رئيس الجمهورية وهي لا تشبه الأولى ولا الثانية. حكاية أشبه بمسرحية، خلافات وتحقيقات لم تخرج حتى الآن بأي نتائج. من تلاعب بالنسخ؟ ومن غير الأرقام؟ من استلم ومن أرسل؟ ولا نعرف حتى الآن، ولكننا أمام قصة إذا صدقت أحداثها فهي أشبه بالكارثة، لأن هنالك اختلاف بالأرقام بأكثر من 10 تريليونات وعبث واضح بمقدرات البلاد. فهل هذه المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتق المسؤولين، أم هي حالها حال درجات الحرارة التي لا ترحم كبير ولا صغير ولا موظف ولا كاسب؟ أما داخل الأسرة العراقية فقائمة التداعيات تطول، وحديثها سيكون له نصيب من حلقة اليوم. ملفنا الأول راح يكون عن الخلافات والتحقيقات بين الحكومة والبرلمان حول عمليات التلاعب بالأرقام في جداول الموازنة، ووجود ثلاث نسخ بين المرسلة من مجلس الوزراء والمصوت عليها في مجلس النواب والمصادق عليها من رئاسة الجمهورية. محور حديثنا لهذا الملف راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد. حياك الله. حياكم الله، حيا جميع مشاهدي قناة الأيام، وعظم الله لكم الأجر. عظم الله لك الأجر إن شاء الله. كما أرحب كل الترحيب بالنائب السابق ينادم كنا، حياك الله أستاذ ينادم. أهلا وسهلا بكم، وعظم الله أجوركم ونشارككم العزاء بهذه الأيام العظيمة. عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. أبدأ معك كخبير اقتصادي أستاذ علاء، ثلاث نسخ للموازنة، قلنا يا الله واستبشرنا خير بأن أقرت الموازنة الثلاثية، لكن نعم. مدى السبعة يعني كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه جهة ما تدرب جهة. شنو تعليلك أو تفسيرك لما يحدث؟ أوجد ترحيب بحضرتك وبضيفك الكريم السيد النائب. حقيقة يجب أن نأخذ الأخبار من مصادرها. نعم. الأرقام اللي تم مناقشتها جداول الموازنة هي ذاتها المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، والمرسلة إلى رئاسة الجمهورية حسب تصريح السيد رئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي يوم الأربعاء السابق. نعم. صرح أنه نفس هالجداول اللي صادق عليها ونوقشت في اللجنة المالية هي ذاتها الجداول المرسلة من قبل الحكومة ومن قبل وزارة المالية، ولا توجد أي نسخ أخرى للموازنة. ما يثير إعلاميا حقيقة هذا يضعف الثقة بعمل الحكومة من جهة، وأيضا يثير اللغط كون أنه اليوم الوضع لا يحتمل أن تكون هناك جذب وشد، لأن كل الأرقام الموجودة بالموازنة يصادق عليها بشكل نهائي كإجمالي، ومن ثم تناقش الجداول مناقشة مستفيضة، فلا يمكن أن توجد أكثر من نسخة أو يوجد تلاعب. يعني ليش لا يمكن أستاذ علاء؟ ليش ما صار سابقا؟ ليش ماكو هدر؟ ماكو تلاعب بمقدرات البلد؟ خلينا نكون صريحين، يعني قانون الموازنة الأرقام اللي تعلن في قانون الموازنة هي موازنة تخطيطية للإيرادات والنفقات السنوية، ما يتم صرفه وإنفاقه وفق ما تم إقراره في الموازنة، وفي حالة حصول أي فرق لا يمكن لوزارة المالية أن تصرف في حالة وجود فروقات، ولا يمكن أن تغطي نفقات غير موجودة وغير مقررة ومعلنة. يعني هذه مسألة قانونية، لأن أكثر من جهة رقابية تراقب على عملية الصرف في الموازنة، من دائرة الموازنة إلى دائرة المحاسبة لحين إطلاق
المصروفات وديوان الرقابة المالية يراقب. وجود ثلاث نسخ للموازنة؟ لا استبعادي هذا 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 هذا, هذا الكلام بعيد عن الـ عن الـ عن الواقع، لأن الواقع أكدته وزارة المالية في تصريح لها وأيضا مجلس النواب أكده. لا يمكن اليوم لأي شخص أن يأتي بجداول مغايرة عن ما تم رفعه من الحكومة، لأن هي الحكومة مسؤولة عن نفقات الموازنة أمام مجلس النواب، وهذا طبعا مقرر بقانون. لا يمكن اليوم التلاعب بأي فقرة من فقرات القانون، يعني الجداول هي ذاتها المرسلة من وزارة المالية. ما يثار اليوم هو مجرد يعني ما أعرف أنه هل هو سهوا ربما أحد الجداول يسقط بحكم صفحات المرفقة مع الموازنة، لكن لا توجد حالة مقصودة أنه يكون الجداول والأرقام مغايرة بينما يتم رفعه للنقاش وللمصادقة من قبل مجلس النواب وبينما يتم إعلانه وإرساله طيب من قبل الحكومة. سيادة النائب أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك، نسخ للموازنة هنالك خلافات وتحقيقات ولغط إعلامي كبير، لكن لحد الآن يعني البرلمان يحقق والحكومة تتحقق، شنو السالفة من وجهة نظرك؟ المادة الحاكمة بالدستور مادة 106 أن تؤسس هيئة عامة للإشراف على عدالة توزيع الإيرادات الاتحادية. يقول لك تؤسس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون هيئة من الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها تطلع به التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض، التحقق من استخدام الأمثل الموارد المالية، وضمان الشفافية والعدالة وإلى آخره. بدي أقول هاي الهيئة ما مؤسسة لحد الآن وفق المادة 106 من الدستور. يبقى شنو تخمينات الحكومة وعدالتها وفق الإيرادات، إيش قد تحقق إيرادات حتى تحط النفقات توزعها بعدالة. ولكن للبرلمان الحق في فقط أقدر أقول يعني مناقلة بين باب وباب آخر حسب المناطق حسب القطاعات وهكذا، لكن ليس للبرلمان أن يحمل للحكومة يعني مصاريف ونفقات الحكومة قد تكون غير قادرة على تأمينها. فالمشكل أنه لربما هذه الاختلافات اللغط لربما يكون مجرد مناقلة من باب إلى آخر وصار مشكلة. الجداول هي لكن مضامين طيب. الجداول الصاير ما نعرف هل أنه تجاوز الحد الأعلى اللي كان من حكومة إجى من حكومة أم لا، لكن نعم أكو فروقات طيب. هل 10 تريليون قالوا يمكن هو متغير يعني مغيرين هذا يعني مناقلات مسوين. مثلا أنا من حشد الشعبي أريد تخصيصات إلي حتى أثبت مالتي، وذاك الثاني عنده غير شي قضية بالمحافظة مالته، وذاك الثالث عنده تثبيت العقود وإلى آخره. فالنائب إلى حق، لأنه هاي الهيئة ما موجودة حتى تختزل هاي المشاكل، تختصر هالمشاكل قبل لا تروح الحكومة، بعد الحكومة ترفعها بين المالية وهذه الهيئة يعرفون إيش قد الإيرادات الاتحادية وإيش قد الإيرادات غير الاتحادية حتى يقسموها. هذا ما موجود بعده، يعني ما عدنا بعد دولة المؤسسات. سيادة النائب عدنا حتى تنبهني على نقطة مهمة لو سمحت وأريد أعرفها من حضرتك، المناقلة مو قالوا ممنوعة بالموازنة الثلاثية؟ لا بعض النواب قالوا ممنوعة وما ممكن يكون يعني شنو قيمتها تبعثوها البرلمان؟ لا تبعثوا أحسن. إذا ممنوع المناقلة يعني خطة رئيس الوزراء ما تمشي على كل البلد، على كل البرلمان. هو حاط خطة عامة حسب قناعته والمالية، يقول لك هاي، أنا أقول لا أولويات مو هاي، هذيك اللخة، عرفت شلون؟ لكن أقول شيء آخر، كل دورة انتخابية في الدورات البرلمانية الأخيرة يحمل وطيس والاستهدافات والمدري إيش، نوبات يضخمون المشكلة، نوبات حقيقة نوبات مو حقيقة. فاليوم ما متأكد أنا إذا ما تطلع اللجان التحقيقية هل هذا المبلغ 10 تريليون هو مضاف على الميزان موازنة زيادة أم هو من ضمن الموازنة لكن مناقل من مكان لمكان آخر، هاي بعد مو واضحة لنا. خلي تتوضح الصورة. إحنا رح ننتظر نتائج اللجان التحقيقية بكل تأكيد، ولكن سؤال لحضرتك، يعني لغط دائما في البرلمان، دائما دائما مشاكل، دائما اضطرابات، دائما المواطن يسأل جهة جور جهة عور. يعني سؤال لحضرتك، احنا برلمان مؤسسة تنفيذية وتشريعية لها قرارات ثابتة قانونية ودستورية، لو احنا مدى نعرف وضعنا وين كمواطنين اتحدث اليوم؟
يعني وجهة نظري برلمان يعني ممثلين الشعب، لكن هذا التحزب والتخندق للأحزاب مدى نحط المصلحة الوطنية العليا كخط أحمر ما نتجاوزها، لا، من أجل أحقق مكاسب لحزبي أسقط رئيس الوزراء، أسقط مدري منه الوزير الفلاني، هذه مو، هذا غلط، هذا خروج على كل القيم، على الديمقراطية وعلى كل شيء. ويعني النائب إلى حق يناقش، إلى حق يدافع، لكن ما الآن أسقط فلان حتى لا يبين لا يبرز، هذه يعني بدنا نطلع من الأخلاق، آسف أن أقول هذا الكلام، بدنا نطلع من أخلاق المؤسساتية والدولة. فالدولة المفروض أنه الوطن وسقف المصالح الوطنية هي فوق كل شيء، وخط أحمر ما يصير نتجاوزه، نختلف سياسيا فكريا في سياساتنا المالية في سياساتنا الاقتصادية، لكن أن نستهدف بعضنا بعض هذا الغلط. نعم هناك تعدد قومي وديني ومذهبي ومدري إيش بالبرلمان، لكن هذا لا، احنا كنا عراقيين شركاء في الوطن، يعني هذا ما يمنع أنه نتفق على أمور، لكنه مسألة التصويت كما قلت نهاية الدورات البرلمانية دائما تكون التنور حامي، الوطيس حامي. أي هذه لا النقطة، حضرتك نائب سابق بالدورات البرلمانية اللي حضرتك كنت بيها نفسها هذه الأمور ده تكرر؟ لو اليوم الأمور صارت مو بالضبط، أصعب، لا تغيرت الحمد لله، تغيرت. شو اللي تغير؟ ربما كانت أحيانا بين كتلة وكتلة على خلفية مذهبية أو مدري إيش أو قومية، اليوم هذا ما باقي كلش، تشوف الانشطارات داخل كل مكون على خلفيات سياسية ومصالح، يعني الكردي منقسم والشيعي منقسم والسني منقسم، ليش؟ لأن على خلفية مصالح سياسية لربما غير شيء، لكنه ما باقي مثل قبل الانقسامات المذهبية والطائفية والقومية، هاي خطوة إلى الأمام. طيب لكن اليوم أحيانا إذا نتجاوز الخطوط الحمر اللي هي مصالح وطنية عليا ما يجوز، مهما اختلفنا سياسيا فكريا مذهبيا لكننا عراقيون ونحن لكل البلد والبلد كله. طيب هذا لازم يجعل وضحت الفكرة. إيه؟ سيادة النائب، إذا الساب على جهة سقط بجهة، جهة تأكل بجهة، جهة تستهدف بجهة، شلون هذا التناحر انعكس على أداء الحكومة على أداء البرلمان؟ يعني اليوم المواطن ينتظر تشريعات من البرلمان وعمل تنفيذي. نعم. ورقابي جيد، يتفاجأ يقول لك 10 تريليونات ماكو، وجهة تأكل جهة وجهة تحرق بجهة. لا سيد، خلينا نكون نتحدث بواقعية بعلمية. يعني وزارة المالية أعلنت في بيان أنه ضمن نفقات عام 23 الإيرادات المتحققة كانت 135 تريليون زي. الإنفاق الكلي كان 145 تريليون دينار عراقي، 10 تريليونات تم تمويلها من الفائض المتحقق من موازنة عام 22. هذا الموضوع انتهى، ما نريد نثير لغط اليوم. اليوم الوضع ما يتحمل أن تثار أي زوبعة أو أي مشكلة، هناك ديوان رقابة المالية، هناك هيئة نزاهة ديوان الرقابة المالية يدقق بالجداول، هناك حسابات ختامية في كل عام تصدرها وزارة المالية لما تم إنفاقه وتحصيله من إيرادات بشكل صحيح. مجلس النواب كلجنة مالية دائما يتدخل مع الحكومة ويعمل مع الحكومة من أجل إيجاد حلول للمشاكل. خليني أكمل. لا لا. عندنا مشكلة اليوم لحظة، 135 قلت لي هذا ما المتحقق، هاي 23 و 145 هذا الانفاق بقت. نعم. 10 تريليون هذه راحت وانت مو راحت، لا ست العفو، هذا عجز بيها العجز، عجز تمولت من، وقلت لي راح الموضوع وانتهى. نعم. سؤالي لك اليوم منو يثير الموضوع؟ قابل انا اثيره لحضرتك تاثيره. اكو ناس اليوم اكو نواف في منصات في تواصل مواقع التواصل الاجتماعي في طلبات حتى نيابيه، اليوم مكتب رئيس الوزراء يطلب تحقيق بالموضوع. نعم. اليوم اكو مشاكل حقيقيه استاذ على، يعني خلينا نكون واقعيين، هو منو جاي يثيرها؟ خلينا نكون اليوم ما اثيره من صفقة فساد القرين ووجود الأمانات الضريبية، هذا خلق نوع من عدم الثقة بالإجراءات. لا لا، وزيادة رواتب النواب هم خلقت. نعم أيضا هذه كانت مشكلة حساسة ضربت ثقة المواطن العراقي بالبرلمان وبالحكومة. يعني هناك اليوم العمل الحكومي دا نشوف أكو مشاريع على أرض الواقع، والحكومة دا تعمل على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، محاولة تنشيط الإيرادات غير النفطية وسد العجز. اليوم هناك انخفاض في أسعار النفط عالميا، لذلك كان اجتماع للجنة المالية مع وزارة المالية من أجل تنشيط وزيادة الإيرادات غير النفطية بحيث تساهم بسد العجز الحاصل. هذا كله جيد، ما جاوبتني على سؤالي، أنت قلت هذا الموضوع انغلق، موضوع العشرة تريليون. نعم. وهناك من يثير المشاكل، طيب هذه المشاكل منو دا يثيرها ولمصلحة من ومن جاي تثار؟
يعني خلينا نتحدث بكل صراحة، اليوم هناك جهات تحاول أن تفشل عمل الحكومة. لا ما نستطيع اليوم، اليوم هناك تناحر. لا عليها اليوم ما اعرف من اليوم يعني من مصلحة استهداف حكومة السيد محمد شيع السوداني والكل مشترك في حكومة يعني السيد. يعني جهات اليوم جهات تدعم الفساد وترعى الفساد، تريد أن يكون الوضع ضبابي وغير واضح والحكومة لا تعمل بحيث تثير. يعني على سبيل المثال هناك محافظات محافظين لم يستطيعوا صرف المبالغ المخصصة لهم لإكمال المشاريع، ويطالبون بهذه الموازنة أن تكون لهم زيادة في التخصيصات المالية. السيد السوداني، حكومة السيد السوداني ووزارة المالية وقفت أنه كجزء تشجيعي المحافظات اللي ما صرفت تخصيصاتها ما زيدت لها التخصيصات المالية، فالمحافظين تابعين لكتل سياسية يحاولون بعض المحافظين إثارة زوبعة أو إثارة مشاكل بحيث يغطي يعني اليوم على فشل المشاريع. اليوم مشكلتنا بين الحكومة وبين الفساد، الحكومة اللي تحارب الفساد. أي حكومة اليوم أو أي شخصية سواء كان في مجلس النواب أو في رئاسة الوزراء أو في أي مكان يحارب الفساد تثار عليه دائما زوابع وذباب الكتروني ومشاكل اليوم ما نعيشه. يا الذباب الالكتروني صاب على يعني احنا هسه كل ما تصير مشكله كل ما المواطن يسال ليش رواتبهم النواب زادت قالوا لا هذه تخصيصات. كل مشكله جايده تثار في العراق بسبب اقتصادي بسبب امني بغير هذه الاسباب قاعد نرجعها الى استهدافات ولا اسقاطات حكوميه وفلان يريد يسقط فلان فلان. انا بس اسالك اليوم المواطن من هذا اللغط كله شو العلاقه؟ ست احنا لو نقول دولة مؤسسات قائمة وفق قوانين تعمل وفق قوانين وفق تعليمات، لو نقول احنا الوضع هو عبارة عن وضع غير واضح أرد أسمعها منك. احنا اليوم بهذه الحكومة بهذا الوضع البرلماني والنيابي والتشريعي والتنفيذي وكل هذا الأمور شوفها دولة مؤسسات لو دولة أفراد تتحكم بالمقدرات. يعني بكل صراحة حكومة السيد السوداني والجهات الرقابية الموجودة في مجلس النواب وكل الناس الخيرين يحاولون إرجاع الوضع إلى السكة الصحيحة ومحاربة الفساد. يعني لا زالت محاولات، لا مو بس محاولات، هناك إجراءات حقيقية تمارس لمحاربة الفساد وإيقاف النزيف. وصلنا إلى مرحلة أن نستطيع نقول نحن دولة مؤسسات. نعم دولة مؤسسات، وهذا هو التأسيس، وهذه أصعب مرحلة جاي نمر بها هي أن نؤسس. طوال هذه السنوات كان هناك هدر في قطاع الكهرباء في المشاريع أيضا في إكمال المشاريع الصناعية الزراعية. يعني تصريحات واضحة، هناك من يريد أن يبقى العراق حتى من الخارج أن يبقى العراق مستوردا أن يبقى العراق. ما سميت ليهم هسه تقول أكو جهات هي جهات حكومية تريد إسقاط الحكومة. نعم. لكن ما سميت يعني أنا ست. أطلب من حضرتك أن نخلي النقاط على الحروف ست. خلينا حتى نعرف احنا وين جاي. إحنا كخبراء بالاقتصاد دائما ندعم العمل الحكومي الجاد القائم على الإجراءات العالمية الصحيحة، محاربة الفساد، تقليل الهدر بالمال العام، تنويع الإيرادات، كل هذه الإجراءات الحكومية الحكومة تعمل في برنامج حكومي. طيب. تنفيذ هذا البرنامج هناك من يعرقل ويشكك في صحة وصلاحية هذا البرنامج، ربما يكون مستفيد يعني من الفساد. أي زوبعة أو أي قضية تثار ضد الحكومة إحنا رأسا راح نقول والله هذا مشكك بعمل الحكومة. خلينا يريد السداد. خلينا العمل يتحدث. اليوم أي حكومة ممكن محاسبتها من قبل الأجهزة الرقابية وديوان الرقابة والنزاهة. اليوم أكو أجهزة رقابية جاي تعمل بشكل صحيح؟ نعم تعمل بشكل صحيح. هذه النقطة أسأل نعم. بها الأستاذ. ديوان الرقابة المالي يعمل بشكل مستقل وتقاريره واضحة. طيب. ويؤخذ بها، وأيضا هيئة النزاهة تعمل بشكل مستقل. أستاذ ينادم تتفق مع ما تفضل به ضيف الكريم حول أن الحكومة اليوم حكومة مؤسسات ولا يتحكم بها الأفراد؟ لأنه اليوم أكو هواي جاي يصير لغط بالشارع العراقي من بعد قضية نور زهير، من بعد زيادة رواتب النواب، يقول لك لا إحنا بلد يتحكم به الأفراد تتحكم به الأحزاب السياسية. وين وجهة نظرك من هذا الموضوع؟ احترام لوجهات نظر أستاذ، أنت جاي تحرجي إلا تقولي له سمي ما يقدر يسمي زي. قبل باشر محكمة القذف والتشهير وتعال عم شايلني سنة مراجعات المحاكم فما يقدر يسمي لك اياها يعني. لانه اول اشوفي إن اذا كانت دوره المؤسسات كان يصير عندنا راس واحد قائد عام قوات مسلحه زائدا بنفس الوقت رئيس الوزراء الكل يسمع. انا اليوم عندي تعدديه بالمراجع السياسيه ومراجع كذا بالبلد، يعني صحيح القانون هو حاكم نعم، لكنه اكو عندي تعدد مرجعيات، ما عندي وحده القياده والسيطره بالبلد. شلون دورة مؤسسات وحدة القيادة والسيطرة مفقودة؟ لازلنا بحاجة إلى وحدة القيادة والسيطرة بالبلد. بالشمال عندي ثلاث أربع حكومات،
يعني اقليم كردستان، حكومه السمانيه، حكومه اربيل، على حكومه البكاكا، على حكومه تركيا، صح لو لا استاذ؟ خو ما غلطان اني. زين تعال هنا يمنا، معقوله كلتنا يعني تعظيم سلام للدوله الحكومه؟ اليوم هسه قبل شوي كنت اقرا شكوى مال مرجعيه بكربلاء انه معتدين على التشريفات المرجعيه، شلون؟ لو يشتكون عند قائد العام. أريد أقول لا زال هناك جهات نافذة غير ملتزمة بالدولة، سواء كان اقتصاديا، لربما مو مصلحتها احنا نفرض سياسة الدولة مثل ما تفضل الأخ الضيف، انه الدولة إذا ما تتحول من بلد استهلاكي إلى بلد منتج ما تقوم لقائمة، وما يقبلون انه تتحول الدولة إلى بلد منتج إنتاج، يردوها مستهلك الشكل الاستهلاكي، أنتظر بدجاجة تركية تبيض حتى أنا آكل بيض، ولا ما أدري أجيب طين من طهران أو من مدري تركيا أو من الأردن حتى أنا أبني حضارة، أجدادي قبل 5000 سنة بنوا حضارة بابل وأشور. من منو ضيعها أستاذ يونادر؟ أستاذ يونادر من فضلك، هو منو ضيع الحضارة؟ لازلنا اللي ضيع الحضارة النخب السياسية الفاسد اللي حقق مبالغ ضخمة بالاستيراد، أفضل لما يكون الفلاح يقوم على حيله ما يحتاج الوظيفة. اي استاذ ينادم لو سمحت لي، لو سمحت لي الله يخليك، كل هاي النتائج منو سببها للمواطن العراقي غير الحكومات المتعاقبة؟ حكومات المتعاقبة تتحمل كل المسؤولية، نعم. واليوم اليوم اليوم ما سمى لك احد، من هو يعرقل عمل رئيس الوزراء؟ من او بالاحرى من؟ شوفي سكان العالم حسب الرواية التوراتية كانوا 6، ادم وحواء واربع اولاد، هابيل وقابيل. قابيل ذبح هابيل ليش؟ لأنه هو كان مقبول أكثر عند رب العالمين. زين؟ فاليوم عندي نفس الحالة بين حزب وحزب داخل الحزب الواحد بكلها، ما 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 استثني حتى حزبنا. كل الأحزاب بالبلد يا هاي الهابيل وقابيل مستمرة بيناتنا، ما يخليه يشتغل حتى لا يصير رمز، حتى لا يفوز بالانتخابات القادمة، فأنا شلون أجيب له فد رجل حتى لا يتقدم خطوتين زيادة. فمشكلة هنا الأنا طاغية والأنا مسيطرة، إذا كنا دولة مؤسسات ما حد يسترجل يخطو خطوة زيادة. سيادة النائب إذا كنا دولة تحكم مثل هابيل وقابيل وما جرى بينهما، إحنا اليوم نستطيع أن نقول على أنفسنا دولة؟ لو بصراحة وأحكي لك إياها طق بطق، نقول على نفسنا عصابات؟ لو جهة تغار من جهة، جهة تستهدف جهة، لا شنو سيادة النائب؟ يعني بعدنا بطور الترصين الدولة، ترصين مؤسسات الدولة. نعم دولة هي، شلون مو دولة؟ بعد بهذا لكن سيادتنا مختلفة. حضرتك قاعدة تقول تحكمها أكثر من حزب. وتدخلات الجيران مستمرة بحاجة إلى وقف، وإلى إضافة إلى أمور أخرى مثل ما قلت سياسات اقتصادية، خو ما كل العالم راح تعينه حكومة. أنا عندي موظفين 30 ضعف مع أداب الصين، 30 ضعف الصين. أنت احسبي حسابك حسب السكان، عندي 10 إلى 12 ضعف بريطانيا، معقول هذا الكلام؟ خو ما راح نعين كل البشر. زين أسألك، الجهات السياسية والكتل السياسية هذا المصنع وغيره ما نقدر احنا ما نقدر ننهض. طيب لكن الكتل السياسية اليوم مساندة للسيد محمد الشاع السوداني؟ الكتل السياسية اليوم مساندة للسيد محمد الشاع السوداني؟ الكل يقولون احنا وياه، احنا تحت هذه الدولة. الى حد لك يا بصراحة، الى حد ما لا 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 الى حد ما لا بأس بها، لكنها مو مساندة كما يجب، لانه اذا السوداني طبق هذا الكلام الداقولة نحول البلد الى منتج وغير مستهلك، قد تضرب مصالح البعض، واذا ضربت مصالح البعض بعد منين يدبر الاموال رؤوس اموال من برا نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية؟ ما يقدر. كل المافيات الاقتصادية مو بس أحزاب، مافيات الاقتصادية. ليش الحرامية بس هي الوزير والنائب؟ لا، أكو هناك شبكات يعني تغلغلت كل مفاصل الدولة. يا سيادة النائب، نسمع حيتان الفساد من سنوات، ونسمع أكو حرامية كبار بالبلد وبيتهم المقدرات الاقتصادية، لا شفنا حوت من حيتان الفساد انعدم، ولا شفنا حرامي يلعب بالمقدرات الاقتصاديه بالسجن. شلون احنا نفهمها اليوم كمواطنين هاي كلها الاحداث؟ شلون نفهم حكومه تحارب الفساد وما شفنا واحد خلف القضبان؟ لن ينهض البلد اذا احنا ما قدرنا نقضي على المفسدين والفاسدين، لن ينهض البلد على حيل. لا 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 يخلوا لي الفلاح مالي يكون منتج ويعيش كرامه، لا يخلوا لي مصنع مالي يشتغل، ولا يخلوا لي انا حتى بيروقراطيه في الدوائر، يعني
يمكن بعض الدوائر، دوائر اقدر اقول ان لا باس بها، يعني حتى الداخليه مثلا بالدوائر الجنسيه، دوائر غيرها قاموا الاتمته. انت تتصورين الاجنبي ينطيني 37 مليون دولار، تيجي عصابه تاخذ الوفد البريطاني من داخل الوزاره، وراح البرنامج الاتمته انه يصير كل شيء الكتروني، ما نتعامل بعد بالورق. شالوه راح، بعد سنه كتلوا لك واحد رجعوا لك ثلاثه. فمشكله كبيره هاي، لازم الدوله تسيطر، سلطه قانون تفرض. طيب هذاك الوقت تحقق عداله، نقدر نقول احنا صرنا دوله مؤسسات، حالنا حال العالم. اذا احنا مو دوله مؤسسات استاذ علي، هسه احنا نحن دوله لازلنا بمرحله التطور، لكن احنا في مرحله وصلنا للمستوى المطلوب، ما وصلنا للمستوى في مرحله المطلوب. البناء ما يقول لك يستطيع حوت من حيتان الفساد لو فاسد ان يلعب بمقدرات الدوله ويهجج ناس ويلغي عقد وينسف كل ما بنات الحكومه. ست لمن نلقي اللائمه؟ هل نلقي اللائمه على الحكومه اللي تحاول انه تبني وتحاول أن تنشئ مشاريع وتفتتح مشاريع، لو نذب اللائمة على مجلس النواب، لو نذب اللائمة على المواطن؟ إحنا هذا واقع، إحنا بلد فيه تعددية، فيه جهات وفيه عرقيات. عليه من الذب اللائمة ست، هو إحنا الوضع العام اللي نوجدنا به نحتاج إلى حكومة قوية ويساندها برلمان بكل أطيافه وبكل مكوناته لكي تنفذ برنامج حكومي. حكومة السيد السوداني جاءت ببرنامج، وهذا البرنامج بفقرات، أول فقرة محاربة الفساد وتقليل الهدر في المال العام، تطبيق برامج الأتمتة الإلكترونية والشمول المالي والتعاون بين السياستين المالية والنقدية من أجل النهوض بواقع البلد. هذا برنامج المفروض اليوم مجلس النواب يراقب الإنجازات ضمن البرنامج الحكومي، والحكومة سائرة في وحدات برنامجها وده تفتتح مشاريع وتحاول أنه تنوع سلة الإيرادات، تحاول أن تنهض بزراعة، بصناعة تحويلية. هذا ما معمول اليوم وفق الممكن. إحنا اليوم يعني المشكلة بالبرلمان مدى يدعم الحكومة؟ لا ست، إحنا 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 هذا الوضع العام اللي نوجدنا به تأثيرات أيضا، حتى تأثيرات خارجية لدول على والديك شنو نوجدنا به؟ يعني هذا إحنا هذا الوضع مو من خليقة رب العالمين حتى إحنا نوجدنا به. لا ست، إحنا هذا وضع صنحته الحكومات المتعاقبة، وهذا نتاج مسألة التحول، هذا مو الوضع اللي مسألة إحنا التحول. لا تقدر تقول لي حكومة ما تقدر تبدل هذا الوضع، شنو قابل؟ هو الدستور. الحكومة هل تمتلك كريم؟ اليوم الحكومة تمتلك كل الصلاحيات؟ حكومة اليوم لديها برنامج حكومي، تحاول أن ترفع مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، يشرحها مجلس النواب، ومن ضمنها الموازنة، البرنامج الحكومي. خلونا ننطي مجال لهذه الحكومة أن تعمل، يعني يا ريت أنه كل الكتل السياسية الموجودة نحاول أن نقلل الظهور الإعلامي المسيء والموقف للبرامج وللمشاريع، نحاول أن ندعم على الأقل ننظر النصف المليان. اليوم أكو حجم فساد كبير وأكو هدر، الحكومة دا تعمل، تحاول أنه تقلل عمليات الهدر، تقلل عمليات الفساد، يجب أن الكل يدعم. إحنا لدينا مسألتين غائبات، هي المواطنة وسيادة القانون، والحكومة دا تعمل على نشر سيادة القانون بالدرجة الأساس وتعميق شعور المواطنة، وهذا طبعا ما ننشده ضمن برنامج. جد يحتاج لنا حتى نوصل لشعور المواطنة من وجهة نظرك؟ يعني مع كل هذه التأثيرات، بكل صراحة كل دول العالم اليوم بها فساد لكن بنسب متفاوتة. احنا التحول من الدكتاتورية المقيتة الى الديمقراطية اكيد ندفع ضريبة وثمن. كل دول العالم عندها نور زهير حرامي بايق مليارات يطلع بوسائل الاعلام، هذه النقطة حتى اختل من الملف. ست، اكو موجود فساد في دول العالم لكن ما مسلط عليه الضوء مثل ما موجود اليوم بالعراق. اليوم كل جهه تحاول تسقيط الجهه يعني الاخرى. يعني هسه احنا عندنا بس الضوء مسلط على الفاسدين؟ يعني انا سالتك سؤال بشكل مباشر وصريح. ست ليش ما ننظر؟ قلت لك يا دوله هسه يطلع عندها فاسد مثل نور زهير يقول لك انا بايق يعني مليارات ويحكي باسم القانون. يعني ست هسه العالم ما بي مافيات للفساد، ما بي مخدرات، ما بي بس يطلع بالتلفزيون يحكي مثل ما حكى عندنا الفاسد نور زهير؟ مو هذا 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 ثمن الحريه بالاعلام والصحافه وثمن الديمقراطيه. يعني اكو دول اليوم، دول مانعه الظهور، تحاول انه مو كل شيء يظهر للاعلام. احنا اليوم من اكثر الدول المكشوفه اعلاميا، بمواقع التواصل كل شيء ينشر، بوسائل الاعلام كل شيء ينشر، الكتب الرسميه تنشر في وسائل اليوم احنا. هذا يضعف الدوله لو يقويها؟ هذا بكل صراحه يضعف الدوله، يضعف يعني ما موجود اليوم من نشر على مواقع التواصل واختراق موجود. اذا على الحكومه اتباع الاجراءات التي تمنع اضعاف الحكومه. وبصراحه حتى اختم هذا الملف، شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الاستاذ علاء الفهد، وايضا النائب السابق ينادم كنا حياك الله، كنت معي عبر سكايب من نينوى، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات. قبل لا ننتقل لملفنا الثاني، خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول الزياره الاربعينيه لنتائج.
ملفنا الثاني راح يكون عن تعرض العراق لأشد موجة حر خلال موسم الصيف الحالي، وتحذيرات للسكان من السكتة القلبية وتداعيات الأنواء الجوية على الظروف الاجتماعية للأسرة. محور حديثنا في هذا الملف راح يكون مع الأستاذ محمود عبد اللطيف، رئيس متنبئي جويين أقدم في هيئة الأنواء الجوية. حياك الله. وسهلاً كل. أهلاً وسهلاً. كما أرحب كل الترحيب بالباحثة الاجتماعية الدكتور نضال العابدي. حياك الله. حياك الله. أهلاً وسهلاً. شكراً جزيلاً لك ولكادر الثناس. حياك الله. أبدأ معك وأبدأ من الحالة النفسية للمواطن العراقي في ظل الحر. يوم المواطن ده يعيش أسوأ أنواع موجات الحر. حقيقة الكل يعلم أن الجانب النفسي هو يتأثر البيئة المحيطة به، وكذلك السيكولوجي وكذلك الإدراكي والحسي والسلوكي. نلاحظ أنه أول شيء اللي هو يتأثر الناقل العصبي اللي هو السيروتونين، اللي يؤثر تأثير كبير على ماذا؟ على الجهاز العصبي قد ما تكون درجات الحرارة عالية، وبالنتيجة يؤدي إلى التوتر وإلى الانفعال وكثرة الانفعالات بظل ارتفاع درجات الحرارة. يعني الحر يؤدي إلى العصبية؟ يؤدي إلى العصبية، الانهيار العصبي، عدم لأن هذا النقل العصبي عندما يؤثر على اليمن على إعاز هرمون السعادة، وبالنتيجة يضع في حالة خمود ويتحول إلى حالة توتر وانهيار عصبي، ومن ثم إلى ليس فقط هذا بل يصبح هو في حالة إرهاق وقلق وخوف، ويصبح كثير من الأمور الاضطرابات النفسية طيب. والسلوكية اللي تبتعد تماماً عن الحالة الطبيعية اللي يكون بها الإنسان. محمود حياك الله من جديد. العراق فعلاً راح يتعرض لموجة حر تستمر لأربعة أيام. إحنا قلنا يا الله شفنا انخفاض بسيط وطفيف في درجات الحرارة وتوقعنا أنه الخريف خلاص راح يجي، لكن تفاجئنا بموجة حر قاسية بدأت من اليوم الجمعة. بصراحة يعني كل معتاد طقس العراق هذه الأيام مثل كل المواسم الماضية، لكنه هذا الموسم كان صيف تقريبا ابتدأ مبكرا، يعني ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر ابتدأت مبكرا بحيث شاهدناها في جون الماضي في حزيران. في حزيران الآن احنا اليوم في بغداد سجل درجة حرارة عظمى 48 درجة مئوية، وفي الناصرية 50 درجة مئوية. نتوقع يوم غد السبت 24 أغسطس آب أيضا ترتفع درجة الحرارة عن اليوم. شو كنت تتوقع راح تكون باكر؟ يعني قد تصل في قد تتجاوز 50 في الناصرية والبصرة، وقد تصل في بغداد إلى 50 درجة مئوية، كذلك يوم الاثنين المقبل. لكنه نتوقع يوم الثلاثاء على الأقل شمال ووسط البلاد تنخفض درجات الحرارة وتستمر حارة جدا في البصرة والناصرية والسمامة والكوت والعمارة، أقصد في الجنوبي القسم الجنوبي من البلاد. كمتنبئين جويين آراءكم مو دائما تكون دقيقة، يعني أحيانا تقولون اليوم أكو موجة حر لكننا نتفاجأ أنه الجو جيد، وأحيانا تقولون أنه موجة الحر بالفعل وتصير درجة الحرارة بالفعل تصل إلى 50. سؤالي لك، على ماذا تعتمدون في تقييمكم للتنبؤات الجوية والمناخية؟ ست العفو، اللي وصلكم لهذه المرحلة وبهذا الطرح هو مشاهدة صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. لو تلجؤون إلى الصفحة الرسمية للهيئة العامة لأنواع الجو والرصد الزلزالي المركزية ستجدون ما شاء الله تنبؤات قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة لأنواع الجو والرصد الزلزالي وصلت 95% أو إذا ما أكثر، وشفتوا شلون المواطن تفاعل وياها، وشفتوا التقارير الخاصة اللي صدرت حتى فيما يعني حتى أصدرنا تقرير خاص فيما يخص زيارة الأربعينية اللي تواصلنا وتفاعلنا مع المجتمع. شنو كانت تنبؤاتكم فيما يتعلق بزيارة الأربعينية؟ كلها صحيحة من فضل الله، ويوميا تزور تقارير خاصة بسبب الزيارة، ولذلك اليوم أكدنا على الحالة اللي راح يتعرض لها البلاد السبت والأحد والاثنين، واستمرارا للنشرات الجوية اللي نقدمها يوميا صباحا. طيب. يعني تقرير خاص لكنه يؤكد على الحالة اللي احنا نعطيها بالنشرة الجوية، لكن ما يتلاعب بها هي مواقع التواصل الاجتماعي. لا. يوميا نسمع رأي، نصدق هذا، نكذب ذاك، لذلك ضاعت عندنا المصداقية أستاذ محمود. إذا ست نضال بصراحة، اليوم المواطن صار عصبي لا يستطيع تحمل درجات الحرارة، اليوم شلون نستطيع المواطن أن نقنع بأن يكون هادئ؟ يعني بيته ماكو كهرباء، المي حار يشوي، إذا يطلع برا تقريبا يفقد أعصابه ويفقد صحته وقد يتعرض إلى سكتة قلبية.
اليوم احنا المواطن شلون نقل عن نقول له كون هادئ كون حباب شلون؟ شوفي ستي العزيزه، هو الحباب ليس تؤثر فقط على الجانب السلوكي والنفسي بل حتى على العقلي، الجانب العقلي له تاثير جدا كبير. فلهذا هو تشوفين هو مدى يدرك، هو الان في حاله توتر، في حاله انفعالات، في حاله عدم وجود مزاج، عدم وجود سعاده، فكيف انت تطلبين من عنده تعلقات بالبيت؟ هو اصلا يريد يخرج من البيت، يعني الفكر ماله، لان اكو منطقه ما تحت المهد، هذه المنطقه اللي هي مسؤوله عن الاحتياجات او العمل الوظائف مثل الجوع عندك، العطش، الى غيرها من الامور، هذه ايضا بالذات حيختل عملها. ولهذا تشوفين كثره الحرب بعض ما ياكل، يقول ايش ما اقدر اكل، حاره الدنيا. لا شنو الحلول سيدي؟ زين، فلذلك احنا نلاحظ ابسط امور قبل قليل كنت مع الاستاذه اتناقش معاه، يعني احنا كان ممكن هذه درجه الحراره العاليه ممكن انه تكون مو بهذه النسبه، لوجود مثلا الغطاء الاخضر يساعد على تقليل هذه درجات الحراره. لكن هذه الحلول شويه بعيده الامد، احنا بنحكي عن هذه الموجه. فلذلك احنا الان نحتاج الى شيء اخر، الا وهو من خلال الاعلان انه يابا هذا اللي موجود، انه درجات الحراره عاليه، كيف تحاول انه تغسل وجهك، تخلي المي على راسك، هذا كله يحاول يغير من حال الى حال، يعني شويه يخليه يطمئن، تكون السريره مالته سلوكياته يحاول يهدئ. واضافه الى انه خروجه خارج البيت حيكون مضرته اكثر ويتعرض بالفعل الى سكته قلبيه وكثير من الحالات، ليس فقط في العراق، يعني قبل السلوك العنفي ازداد في العراق بسبب درجات الحراره. نعم نعم ازداد، حتى حالات قبل قليل كنا نتكلم عن حالات الطلاق اللي وصلت الان بسبب الانفعالات بين الزوجين ادى الى حالات طلاق، اذا كانت هنالك 10 حالات طلاق اصبحت الى 50 حاله طلاق بسبب الانفعالات الغير مدروسة والانفعالات العشوائية والاضطرابات النفسية. طيب، فإذا هذه كلها تساهم مساهمة كبيرة، وإضافة إلى أنه البعض شوفي حتى يعني في أمريكا، ليس فقط في العراق، في أمريكا هنالك دراسة من جامعة الصحة، جمعية الصحة الأمريكية تتنبأ لو استمرت الحرارة بهذا الشكل من 9000 حالة انتحار توصل إلى 45,000 حالة انتحار في حالة إلى عام 2035. إذا هذا السؤال إذا هو عالميا وليس فقط يعني إنه في العراق. نعم، يزيد من السلوك العنفي. إذا أستاذ محمود، هترتفع درجات الحرارة بالسنوات المقبلة؟ ست الفاضلة، المشكلة الكبيرة التي سببت هذا الارتفاع في درجات الحراره طبعا بالاضافه الى الطبيعه والمناخ، لان احنا عندنا البيئه بها عامله الرئيسيه. نعم، هي المناخ الطبيعي يعني لله يعني في خلقه، لكنه بالنسبه لتدخل البشر احنا فقر الغطاء النباتي، وصلنا الى بور فيجيتيشن، هذا سبب ارتفاع درجات الحراره اكثر. واذا منقارن نفسنا باقرب دوله جارنا ايران، المنظومة الجوية نفسها اللي تأثر على العراق تؤثر على إيران، لكنه ليش درجات الحرارة في إيران لا تصل إلى هذا الحد؟ بسبب وفرة الغطاء النباتي أو ريج فيجيتيشن أو الغطاء النباتي في إيران، واللي هو شرق العراق وغرب إيران غطاء نباتي، لذلك تجدين درجات الحرارة في إيران أقل من 50 درجة مئوية ولا تصل 50 بسبب الغطاء النباتي. في حين العراق يعني اللي يزيد الطين البلة هو فقر الغطاء النباتي. مقارنة تركيا 28% غطائها الأخضر، لبنان 17%، العراق فقط 1% غطاء أخضر، وهذه مصيبة بما تحمل الكلمة من معنى. لكن مع هذا تلاحظين تقارير لو تتابعيها مال الصحة في تركيا وفي لبنان، رغم هذه الغطاء الأخضر لكن لاحظ أيضا حالة في أوروبا توجد ارتفاع درجات حالة الجلطات القلبية، حالات المشاكل، كثر حالات الطلاق أيضا بسبب الحرارة اللي معتاد عليها الفرد، لأن الفرد هو وليد البيئة، البيئة كيف تكون مالته من خلالها ممكن. رح أرجع لك على هذه النقطة، فقط أفهم من أستاذ محمود، أنتوا تنبأتوا وقلت تنبؤاتنا دقيقة ولله الحمد، شو وقت راح نودع الصيف؟ شو وقت راح نشوف الشتاء؟ والشتاء انا راح يكون بارد هذه المره لو قصير مثل العام الماضي. شو وقت يعني راح نصير في الكومفورتبل بوزيشن؟ راح نصير في 3 ايلول او 4 ايلول راح تشوفون الطقس في شمال وسط العراق ان شاء الله يميل الى الاعتدال، وتبدي نفسيتنا ان شاء الله افضل. الاعتدال بالعراق غريب، ايش قد درجه الحراره من 3 ايلول؟ 44 44 درجه مئويه، ليست ك 49 و50 درجه مئويه. العراق ست مصطلح منذ عده سنوات
العراق يوصف بفوهة التنور العالمي. هذا المصطلح لا تجده بسيطا، لي هذا مصطلح معقد جدا. يعني العراق صار تنور، فوهة التنور العالمي لعدة سنوات، لكن احنا 45 44 درجه مئويه ليست كل 49. هاي تبدي من 3 يعني أيوه. اوعدكم ان شاء الله 3 9 و4 9 تميل درجات حراره اعتدال ويصير تغير دراماتيك تشينج بطقس العراق، وان شاء الله نرتاح يعني شويه. شتانا هذا راح يكون بارد، يعني انا اتذكر الشتاء في العام الماضي ما افتهمنا من شيء، اذا توافقني الدكتوره في هذا الراي. كل ما تقتربين من المستقبل راح يكون شتائنا دافئ، بدليل احنا من 2011 خلينا نقول لحد الان بدا احنا ما يعني الشتاء الماضي لم تصل درجه حراره في بغداد دون الصفر المئوي. طبعا هذه مشكله لانه درجات الحراره المنخفضه قد تقتل ديدان، قد تقتل فيروسات، قد تقتل بكتيريات. كلش مهمه انخفاض درجه الحراره تحت الصفر المئوي. في بغداد لم تسجل تحت الصفر الصفر المئوي اي درجه يعني بالسالب. طبعا هذا مؤشر خطير، يعني مستقبلنا ايضا نحو الادفى او نحو الاحمى، يعني بعد ما عندنا شتاء بالعراق مستقبلا كل ما يكون بار. يعني هل كان هنالك شتاء في الموسم الماضي؟ انت رايك كمواطن بسيط؟ لا انا ولا شفت شتاء. تمام، لا شفت انخفاض في درجات الحراره لكنه لكن لم تصل الى درجه البرودة. اذا شتاءنا اللي جاي ان شاء الله راح يكون دافئ مو بارد؟ دافئ واكثر دفئا من الموسم الماضي. يعني زين اويلي انه باكثر دفئا كارثه. دخيلك يا معود، زين احنا العام ما طلعنا ملابس الشتاء يعني والله ما ادري. زين استاذ محمود يعني المشكله هذه ليس هذا الموضوع، اذا كان شتانا دافي راح يجي الصيف ايضا في وقت مبكر راح يكون اعنف. ست الفاضل الاحتباس الحراري فرض نفسه، احنا ما سوينا حلول. زين احنا ليش ما سوينا حلول؟ ليش ما تاخرنا؟ مكافحه التصحر، بناء غطاء نباتي، نتاخرنا هو بهذا الموضوع. دكتوره منو راح يباشر؟ احنا صارنا الناشد وانتم ايضا كمتخصصين بس ترى احنا نقدر يعني كثيرة. صدقيني ستي العزيزي صدقيني نقدر، يعني انا مو مجرد هسه نتكلم راح يقولون هذه دا تبيع وطنيه، لا، لكن اذا اقول لكم شغله واحده، هسه لو انت زرعيني ببيتك فد 3 نخلات وباب الشارع ما تشفد نخلتين. والله زارعه دكتوره، والله ماكو مي، والله ماكو مي حتى تسقيهن. مو هي هاي المشكله، فواتير المي تيجي تكسر الظهر بعدين تقطيع المساحات الكبيره في يعني في داخل حتى بغداد. حتى نكون واقعيين، مشكله يعني حتى نكون واقعيه. لا بغداد يعني كالسابق خلينا نتكلم، العطافيه كلها راحت منها. العطافيه المنصور حي الجامعه زين شلون كل مكانات حتى كل بغداد يعني حتى الكرخ البيت صار 4 بيوت صقامين 30 متر 50 متر. هي هاي المشكله انه احنا اصبحنا ما نفكر للمستقبل، نفكر ايش يومك يعني ناكل لنعيش، هاي هي صرنا هاي القاعدة مالتنا. فلذلك عن السيناريو المستقبلي شلون راح يصير؟ هسه قلج أكثر دفء الشتاء، الحرارة راح تكون أكثر. ست الفاضلة أنا يعني جدا متشائم بمستقبل العراق المناخي. يا أستاذ ليش أستاذ يعني محمود؟ ست الفاضلة هسه احنا شمال غرب العراق وغرب العراق جفاف. انضافت إلى هذه المشكلة مشكلة سوريا اللي حدودها علينا أيضا بسبب إرهاب داعش، الغطاء النباتي مالتهم تهشم وانتهى. هذا زيد الرقعة الجغرافية الكبيرة للجفاف. احنا قبل يعني هسه احنا بسبب الغطاء النباتي في ايران تقريبا شرق العراق شوي ده يتحمل، لكنه في غرب العراق احنا عندنا جفاف وسوريا جفاف. ما هي تنبؤاتك للمستقبل في العراق، للمستقبل المناخي في العراق؟ انا متشائم جدا اذا ما بقت الوضعيه مال الغطاء النباتي هكذا، جدا متشائم. يعني كرأي شخصي كمنبئ جوي بال 2030 لا يمكن العيش في بغداد وفي جنوب العراق. إذا لا يمكن العيش، يا أزواج راح يبقون، يا طفل راح يكبر بالعراق. لا وعد وين أكون نسوان أصلاً، حتى كل من يقولها روح البيت شواني أروح لحالي وأنت خلاص. هم هسه الشباب يعني دكتورة هذه مصيبة. هسه أختي العزيزة هم هسه الشباب كلها أني أسافر على مدى أريد أعيش، يعني وكل من عاف عائلته وخلاص. فإذا يسمعون كلامك اليوم ما راح يبقى لا ولا واحد، كلها راح تهاجر. لازم نكون صريحين بهذا يعني الموضوع حتى نجد حلول. خلاص يعني لازم يعني بغداد وبقية محافظات في جنوب العراق غير صالحة للعيش، غير صالحة للعيش، كلمة صالحة كبيرة من متنبئ جوي أقدم. اي مو انت هنا اقول لي غير صالحة للعيش نتيجة الوجود المناخ وعدم الاهتمام بالبيئة، لان احنا قلنا يعني البشر لا عندك مي، عندك ارتفاع يعني درجات حرارة، عندك ارض غير عندي صالحة عندي للزراعة، عندي عوامل عديدة. لا احنا مو ارضنا غير صالحة. بعيني بالسبعينات، شوفي انا طلعنا على كثير من التقارير، بالسبعينات اول دوله بالزراعه هي العراق. هاي كان عندك وفره مائيه والان نقدر احنا نقدر، يعني مو ما نقدر لكن شلون نقدر؟ نريد احنا خطه استراتيجيه من قبل المسؤولين
على هذه المحددات نستطيع أن نتعاون معهم. بصراحة كم مرة طرحتي هذا الموضوع إعلاميا وفي ندوات خاصة واعتقدي وحضرتش ناشطة ومتخصصة؟ ثقي واعتقدي ماكو قناة، يعني بعض الأحيان أربع قنوات في يوم واحد، وأني أذكر هذا الشيء. أذكر أولا ولا أي استجابة، ولا مع أي العلم استجابة. مع العلم مع العلم علاقاتي مع جميع النواب، مع جميع الوزراء، مع جميع المدراء عامين، مع المحافظين، مع كل اللي موجود. لكن ماكو استجابة. لكن احنا شنو اللي نقوله ست العزيزه، شنو اللي نقوله؟ احنا ما عندنا مصدر قرار، احنا نريد من عندكم انتم كاعلام تنطون هذه الحلقات الى ماذا؟ الى مصدر القرار حتى طيب. نستطيع من عندكم من خلالكم تحصلون على الاستجابه. نقوم بواجبنا، لان الان على رب العالمين والحكومه نعمل على شغله واحده، شغله واحده مو اكثر، انه كل مواطن ازرع امام بيتك، ازرع ببيتك. أستاذ محمود، هل راح يغير إذا المواطن زرع شجرة أمام بيته أو سنادين إذا كانت المساحة صغيرة؟ راح يغير لو احنا مصيبتنا كبيرة والحكومة ساكتة عن ما يحدث؟ ستي الفاضلة، أكو مصطلحين جدا مهمة في تعديل البيئة اللي هم التخفيف ميتيجيشن والتكيف أدابتيشن. إذا ما قدرنا نوصل للأدابتيشن أو التكيف، على الأقل التخفيف. يا ريت التخفيف يا ريت يعني أجل العوامل هاي المصطلحين، لأنه هذا المنبر يعني تعرف يوصل رسالة إلى ناس أخفف. أبسط مما أنت يعني تتحدث. يقصد أخفف. التكيف البيئي والشيء التكيف أنه أوصل إلى مرحلة ما تأثر بالبيئة، هذا صعب بالنسبة للعراق حاليا. يعني أنت اليوم حامل الميتيجيشن أو التخفيف زين. ممكن أخفف من خلال الزرع. يعني اذا زرع شجره مثل ما تفضلت الدكتوره امام بيته هذا راح يخف. اكو فرق، اكو فرق، فرق كبير، فرق كبير. اكو اكسجين، الشجره عباره عن مخزن كربون. العراق رايح للاسوء لو الاشد سوء. انت هسه شنو رايك بالواقع العراقي المناخي؟ انا يعني رايي هسه كمواطن ضيم وضيم، سيكون في معلم بقيه الايادي. انت كمتنبئ، كمتنبئ قلت انا متشائم. نعم متشائم. الوضع بكلمه بقى... واحده، الوضع المستقبلي بكلمه واحد من متنبئ للارصاد الجوي. اذا لم يتم مكافحه التصحر واللجوء الى غطاء نباتي في 2030 لا تصلح مدن الوسط والجنوب للعيش في العراق. دكتوره بكلمه واحده، الوضع المستقبلي للمناخ في العراق شنو؟ حقيقه اذا لم تتم معالجه كما ذكر المنبئ فللاسف نحو الهاويه. وللأسف للأسف للأسف المواطن العراقي لا يستطيع أن يتحمل هذه الأمور لأنها كثيرة وفوق طاقته، منها الجانب الاقتصادي، منها الجانب الصحي، منها الجانب النفسي، منها الجانب السيكولوجي، منها جانب التعليم. فكثير من الضغوطات على الإنسان، والإنسان هو يبقى يتحمل، لديه قدرات، لديه قابليات، لديه فروق فرديه. هسه اليوم انا اللي يتحمله مو مثل اللي انت تتحملينه، مو مثل الاخ اللي يتحمله، اكو واحد يتحمل على قدر واحد، ممكن نص، ممكن ربع. اذا نسال الله ان نحتاج نحتاج الى التكاتف، نحتاج الى التعاون، نحتاج الى كل انسان يعني يشعر بالمسؤوليه، كل من موقعه، سواء كان المدرس. شكرا. سواء كان الطالب، سواء لا. كانت ام البيت، سواء كان العامل، سواء كان المنبه، سواء كان الفلاح، كل واحد ياخذ دوره. والبركه بكم ايضا ان شاء الله. توفيق. شكرا من الله. جزيلا للباحثه الاجتماعيه الدكتوره. شكرا لكم حياك الله. شكرا العبادي وليس العابدي. العبادي حياك الله. الله دائما اخطا بالاسم دكتوره، ارجو المعذره. الاستاذ محمود عبد اللطيف رئيس منبئين جويين اخدم في هيئه الانواء الجويه، شكرا جزيلا. حياك الله ونسال الله لكم كل التوفيق ان شاء الله. اذا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبارنا المحليه لهذا اليوم. وزير الداخلية يعلن إكمال جميع مستلزمات عملية التفويج العكسي لزائري الأربعينية. وزير النقل يوجه بسحب الباصات الزرقاء من المنافذ الحدودية والتوجه إلى كربلاء المقدسة استعدادا للتفويج العكسي. اللجنة العليا لتأمين الزيارة الأربعينية تعلن دخول نحو 3.3 مليون زائر من خارج البلاد. قائد عمليات بغداد يؤكد بأن الزيارة الأربعينية ضمن قاطع العاصمة أوشك على الانتهاء من دون تسجيل أي خرق أمني. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن أن عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي من 5 إلى 17 تجاوز 70 مليون مستخدم.
حصادنا لهذا اليوم انتهى، شكرا على كرم المتابعة واصبحوا على خير.